الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله وكماله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعزائي متابعي ومشاهدي برنامج الركن الثالث والذي يأتيكم من قناة بينونة والتي تنشر الخير في شهر الخير، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، عودناكم في كل حلقة وفي قبل نهايتها وقبل ختامها أن نهديكم شيئا، كما قلت لكم، لأني أحبكم في الله عز وجل. أيها الأحبة، سأهديكم قبل نهاية هذه الحلقة قصة جميلة جدا عن صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انتظروها قبل الختام لكي تستأنسوا وتعرفوا قدر أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، مشاهدي الأعزاء، في الليلة الماضية تكلمنا عن شروط وجوب الزكاة وبعض الاستثناءات من هذه الشروط، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتكلم وسنكمل باقي المسائل المتعلقة بهذه الشروط. ولعل سائل يسأل فيقول: أنا علي دين، فهل علي دين، علي زكاة في هذا المال؟ يعني بالمثال يتضح المقال كما قالوا. سين من الناس عليه، عنده مال زكوي بلغ نصابا، حال عليه الحول واكتمت فيه الشروط، إلا أن هذا الشخص عليه دين. محمد عليه دين لإياد، وبلغ مقدار هذا الدين يختلف، تارة يبلغ يعني يغطي المال وتارة لا يغطيه. وهنا يا أحبة سنخبركم بتفصيل متى يجب على صاحب هذا المال والذي عليه دين أن يزكي ومتى لا يزكي. وهذا لا يخلو عن حالين، يعني هذه الصورة لها حالتين. الحالة الأولى أيها الأحبة، أو الحالة الأولى أيها الأحبة، أن يكون الدين لا ينقص النصاب. يعني مثال، بنقول أنا اليوم عندي مال 100,000، ولكن إياد يطالبني ب50,000، يعني علي دين لوين؟ لزياد بمقدار 50,000. فهنا أقضي الدين الذي علي أولا لإياد، وأعطي وسلم إياد 50,000، أقول له: جزاك الله خير يا إياد، هذا هو القرض الذي أعطيتني إياه وجزاك الله خير. ثم بعد ذلك يبقى عندي 50,000 فأزكي 50,000. انتبهوا إخواني، أنا ما زكيت 100,000، أنا زكيت 50,000 بعد خصم دين إياد اللي علي. هذه الحالة الأولى. إذا كان الدين لا يستغرق المال كله، يجب أن يزكى المال الباقي إذا كان يبلغ نصابا. الحالة الثانية، إن كان هذا الدين مثلا، أنا اليوم أيضا أيها الأحبة راح نطرح المثال وبالمثال يتضح المقال، أن يكون الدين ينقص النصاب مثلا أو يستغرقه كله. مثلا أنا عندي نصاب اليوم 15، وأنا عندي أموال متجمعة بلغت 70,000 درهم، ونفس القضية أأتي حق حمد يطالبني 70,000 درهم ويجب علي أن أسددها. فهنا الحال، الدين قد استغرق المال كله، قد استغرق النصاب كله، ففي هذه الحالة أنا أؤدي الدين الذي علي ولا زكاة علي في هذا المال، لأن الدين علي قد استغرق هذا المال كله. أيها الأحبة، وهنا أيضا بس انتبهوا إخواني، شوف هنا قلنا إحنا المال هذا لو راجعنا حق الشروط بالأمس، قلنا أنه لا يجب على الإنسان أن يكون مالكا للنصاب، وهنا هذا الدين خاصة في الحالة الثانية قد استغرق النصاب كله، فبالتالي أيها الأحبة لا زكاة عليك. أيضا هنا سؤال آخر يقول أنا لي دين عند باسل، لي دين عند باسل، ومقدار الدين الذي عند باسل مقداره 50,000، وعندي مال أيضا متجمع 100,000. انتبهوا أيها الأحبة إلى هذا السؤال دقيق جدا. أنا أطالب باسل 100,000، 50,000 درهم، وعندي مال 100,000 درهم، المجموع صار كم؟
صار 150. إذن أيها الأحبة، هل يزكى الدين الذي لي عند باسل ولا لا؟ هنا أيضا أيها الأحبة في تفصيل بسيط جدا وراح نستعرضه معاكم إن شاء الله تعالى. أولا نشوف الدين الذي لي عند باسل، هل هو دين مرجو الأداء؟ يعني باسل، أنا واثق إن باسل رجل غني وإن شاء الله تعالى ورجل سوي ومش مماطل ويرح يعطيني الزكاة في موعدها. فأنا أيها الأحبة إذا كانت صفات باسل أنه غني وقادر على إيتاء الزكاة ودفعها لي وغير مماطل، يقول لا أنت ما عطيتني وباشر ولا باشر، لا لا لا. أما باسم لا، يقول أنت نعم لك دين وأنا إن شاء الله راح أعديه لك في الموعد. هنا أيها الأحبة هذا المال يزكى مع بقية المال. إذن عندي 150 عند باسل، وباسل دينه مرجو الأداء، فبالتالي أنا أزكي قيمة 150,000 درهم. الحالة الثانية، ضربنا أن هذا الدين الذي عند باسل مرجو الأداء، فنأتي عند شخص آخر منقول داود. أنا أطالب داود عندي دين، عندي مبلغ متجمع 100,000، وعندي دين على داود 50,000، مجموعهم كم يا أيها الأحبة؟ هاي الحالة الثانية، انتبهوا، مجموعهم كم؟ 150. لكن أنا داود مرة واحدة صار فقير، أو أن داود صح أنه غني لكنه مماطل، إن شاء الله باكر ورا باكر السنة هذه والسنة الجاية وطافت السنين وداود ما عطاني. هذا يعتبر أيها الأحبة دين غير مرجو، وفي لغة المحاسبين يسمى دين مشكوك التحصيل. مشكوك التحصيل في هذه الحالة أيها الأحبة هذا المال لا يزكى. في هذه الحالة، في حالة الدين الغير المرجو الأداء والمشكوك في تحصيله لا يزكى. فمتى ما قبض محمد اللي هو أنا من داود المبلغ ولو بعد 10 سنين أزكيه لسنة واحدة، وفي أيضا عند بعض أهل العلم أنه يستقبل به، ولكن أنا أقوم باب الشكر لله عز وجل أزكيه فقط لسنة واحدة. أما الحال الثانية الأخرى، أيضا سؤال سأل يقول ما الحكم أو ما حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ الصبي وهو الذي لم يبلغ وليس لديه القدرة على التصرف، أي ليس رشيدا وليس له قدرة على التصرف في ماله، والمجنون أنتم تعلمون، وكل الحديثين في كل الصبي والمجنون أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يصحى في الحديث الذي. فهل هنا تجب، مع أن الصبي أيها الأحبة غير مميز أو حتى كان مميز لكنه غير رشيد وهو عند وليه، وكذلك المجنون عند وليه، هل في مالهما تجب الزكاة وإلا أو لا تجب الزكاة؟ طبعا هذه المسألة والذي عليه جمهور أهل العلم أيها الأحبة، جمهور أهل العلم أنه تؤدى الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة على ذلك، حيث أن الأدلة أيها الأحبة ما فرقت ما بين الصبي ما بين المجنون ما بين اليتيم ما بين غيرهم، فإنما تزكى أيها الأحبة. وأيضا الصبي يدخل في عمومه أيضا اليتيم أيها الأحبة، اليتيم أيضا يدخل مع الصبي والمجنون أيها الأحبة. لقول عمر أيضا رضي الله تعالى عنه، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أن هنا أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أيها الأحبة، حتى لا تأكله الزكاة. فبالتالي هذا أيضا، وقد ثبت أيضا أيها الأحبة عن جمع كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه يجب أو تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم والمجنون، ومنهم عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وعن علي أمير المؤمنين الخليفة الراشد، وابن عمر رضي الله عنه، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة، ولعل نحن في صندوق الزكاة ترد علينا أسئلة كثيرة، ومن هذه الأسئلة أيها الأحبة، تعلمون أن الجمعيات الخيرية موجودة ولديها أموال،
ولديها أيضا أموال موقوفة وعندنا أوقاف، فما حكم الزكاة في هذه الجمعيات وفي هذه الأوقاف؟ هل عليها زكاة أم لا عليها زكاة؟ وهنا يا أحبة، بالأمس تكلمنا عن شرط عظيم من شروط وجوب الزكاة، وقلنا هو تمام الملك واستقراره. تمام الملك واستقراره. هنا في هذه الحالة في الجمعيات الخيرية وفي الأوقاف والأشياء المملوكة للدولة أيها الأحبة، هذه الأموال لم تستقر في ملك أحد معين، لأنها ملك، إذا كانت في مؤسسات خيرية، ملك لأهل الاستحقاق من الفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وكذلك إذا كانت بنايات أوقاف أو أموال أوقاف فهي ليست ملك لأحد وإنما ملك جميع المستفيدين، فبالتالي هنا نقص شرط الملكية أو الملك التام، لذا أيها الأحبة لا تجب عليه الزكاة، وهو الذي عليه عامة أهل العلم. في وين؟ في مسألة أيها الأحبة أن الزكاة لا تجب في أموال الجمعيات الخيرية وكذلك الأوقاف. هنا أيضا أيها الأحبة سائل يسأل، سائل آخر يسأل، هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟ لاحظنا حنا بالأمس أيها الأحبة قلنا لكم أن من شروط تمام الحول، والتمام الحول 12 شهر، يعني أن يكون هذا النصاب مستقر من شهر واحد إلى شهر 12 شهر، هذا النصاب ما يقل عن النصاب هذا المال. عندي 50,000، هل 50,000 يجب، يعني مثلا النصاب 15,000 يجب هذا المال الذي عندي ما ينقص على 15 من 1/1 إلى تاريخ مثلا 31/12 أيها الأحبة. وهنا مسألة مهمة أيها الأحبة، ماذا تسوي؟ خاصة إحنا في أصحاب الرواتب، أموال يوميا تدخل عندنا، شهريا تدخل عندنا، تروح تزيد تنقص، شو الحل؟ المال ما هو ثابت، ما هو المعتبر أيها الأحبة؟ هنا نقول لكم أيها الأحبة، وهو إذا نقص المال أول شيء نعتبر أثناء الحول، إذا عندي وصل هذا المال في الحول النصاب فنعتبره، ونذهب وين؟ والله أعلم أيها الأحبة، طبعا للأهل العلم في ذلك أقوال، لكن أظهرها والله تعالى أعلم أن يقال أنه ما إذا كان في أول الحول قد بلغ نصابا ثم في نهاية الحول أيضا بلغ نصابا فالمعتبر في نهاية الحول، ولا يضر إن شاء الله تعالى وين أيها الأحبة النزول أو الطلوع أكثر عن النصاب في أثناء الحول، وهذا هو وين أيها الأحبة في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول، وهذا ما عليه الأمر في عهد النبوة، تؤخذ زكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها، وهو أيضا قول السادة المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. أيها الأحبة قبل أن ننتقل، فقط قبل أن ننتقل إلى فاصل بسيط إن شاء الله سأعطيكم مقدمة، بعدها إن شاء الله نواصل ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولكن انتظرونا بعد هذا الفيديو والفاصل القصير. زكاة فون خدمة رائدة من أفضل خدماتنا سهولة ويسر. بذلنا في صندوق الزكاة جهدا كبيرا لضمان مطابقة الخدمة للضوابط الشرعية، راجعنا الخطوات وطريقة الحساب، أجرينا التجارب للتأكد من صحة النتائج، راهنا في تطويرها على أبنائنا أبناء صندوق الزكاة. أطلقنا هذه الخدمة عام 2006، حازت على براءة اختراع من مكتب المصنفات الفكرية وزارة الاقتصاد، الملائمة السهولة الفعالية الكفاءة الإبداع، معايير رعينا تطبيقها عند تطوير الخدمة. حدثنا هذه الخدمة 2011 من خلال نقرتين وفي أقل من دقيقة يمكنك أن تحسب زكاتك. ادخل إلى الخدمة، اختر اللغة، اختر التبويب، أدخل القيمة، عندها سيقوم النظام بحساب قيمة الزكاة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 ثواني وعرضها على شاشة هاتفك. تعتبر زكاة فون أسرع من التقديم المباشر للاتصال الهاتفي، الخدمة ذاتية 100%، أقل تكلفة من كل القنوات الأخرى.
هل لديك بطاقة ائتمانية من مكانك؟ ادفع زكاتك من خلال البرنامج. اختر تبويب الدفع، حدد المبلغ، ادخل رقم البطاقة وسنة الانتهاء وشهر. سيبدأ النظام آلياً بالتواصل مع البنوك وبوابات الدفع في الدولة ليكمل العملية في مدة لا تزيد عن 30 ثانية. قوة البرنامج في قوة بنائه. جربها علي هاتف محمودي. الخدمة لا تطلب اشتراك ولا تحميل وهي مجانية. زكاة فون آمنة تجعلك تعيش تجربة ممتعة في دفع الزكاة. لا نريد أن نقدم خدمة جديدة فحسب، بل نريد أن نقدم خدمة هي الأفضل. زكاة فون هي الأسرع، هي الأيسر، هي الأكثر ملائمة على الإطلاق. جربها ولا تنسى، ننتظر ملاحظاتك. صندوق الزكاة، رؤية عصرية لفريضة شرعية. عدنا أيها الأحبة والعودة أحمد، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الركن الثالث من قناة بينونة. أيها الأحبة، قبل قليل استعرضنا فيلم خاص بدفع الزكاة عن طريق خدمات النجمة، وفي آخر الفقرة تقدم سعادة أمين عام صندوق الزكاة عبد الله عقيدة بطلب من الجمهور الكريم أن يبدوا ملاحظاتهم ويرسلوها لصندوق الزكاة حتى إذا كان في شيء يتطور هذه بما يتناسب مع متطلباتكم. أيها الأحبة، والآن حان وقت تشنيف أسماعنا بسماع أصواتكم، وأول اتصال عندنا من شريفة من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شريفة؟ الحمد لله بخير. مبارك عليه شهر رمضان إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. جاهزة شريفة حق الأسئلة ولا؟ إيه جاهزة. مرة 100% إن شاء الله؟ إيه 100%. تعالوا، إحنا وايد سهلين ترى، أنا بعد نساعد كل واحد ترى، ما عندنا خلاف إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خليش على الشاشة وشوفي السؤال شو يقول. ويقول ما معنى الحول؟ احنا الله شريفة من يومين كنا نتكلم عن الحول، صح ولا؟ أنت متابعة معانا من أمس واليوم؟ هي زين. يقول ما معنى الحول؟ هو أن يمر على المال سنة هجرية كاملة، يعني 12 هجري شهر، يعني شعبان رجب إلى آخره. أو أن يمر على المال سنة ميلادية، أو أن يمر على المال 13 شهر. هاي ثلاث إجابات، واختاري واحدة يا شريفة منهم. الحول قلنا احنا ها قولي. يعني يمر سنة هجرية. ايوه نثبت. بارك نثبت. ثبتنا واجابة صحيحة. ها اجابة صحيحة على المهم وموفقة يا شريفة. شريفة، هاي الجوائز مقدمة من قناة بينونة اللي تنشر الخير في نشر في وين؟ في شهر الخير. الان شريفة راح ننتقل الى وين؟ الى القسم الثاني من المسابقة، وهي خمس صناديق عندنا، وصناديق اسمها حلوة وجميلة، النعمة، البركة، الخير، العطاء، النماء. اختاري شريفة أحد هذه الصناديق الخمسة عشان نسجلها باسمك. هات شو تختارين شريفة؟ الخير. الخير، أسأل الله يا شريفة أن يزيدك من وين؟ من زوايد الخير بإذن الله تعالى. شريفة خليش معانا حتى نهاية البرنامج عشان نشوفين شو اللي حصله صندوقك، صندوق الخير. والان عندنا وعندنا اتصال اخر من سلوى. سلوى السلام عليكم. وعليكم السلام. سلوى انت من العين؟ هي من العين. ما شاء الله العين دار الزين، والجو ما شاء الله والحدائق الغنة، وعندك ما شاء الله واحات العين جدا مشهوره يا سلوى. سلوى جاهزه حق السؤال والاجابه عليه ان شاء الله؟ ان شاء الله. مره 100%؟ رجعتي حق موقع صندوق الزكاة سلوى؟ ها؟ كيف؟ شفتي موقع صندوق الزكاة؟ صراحة ما شفته. يلا اليوم دخلين زين عشان نشوفينا وساعدش إن شاء الله، أوكي؟ ها ترى يغششش ترى، أوكي؟ سلوى يقول السؤال، هل يجوز إعطاء الأهل من زكاة الفطر؟ يعني أعطي أهلي بزكاة الفطر؟ هنا عندي ثلاث اختيارات. اختيار الأول يقول لا يجوز مطلقا، مرة ما يجوز، حتى لو كانوا فقراء أنا ما أعطيهم. والسؤال الثاني يقول لا يجوز أعطي للبعض منهم، يعني مثل الفقراء. وبعدين يقول لا أنا بس أعطي أبوي وأمي. شو رأي شو وين تختارين؟ يجوز للبعض منهم. أيوة يجوز للبعض منهم. أيوة الأحبة، زكاة الفطر إجابة صحيحة وموفقة يا سلوى.
زكاة الفطر تجب لفقراء المساكين، ولكن لا تجوز للوالدين، لا تجوز للأبناء، لا تجوز للزوجة، لأن نفقتك واجبة عليهم. أما بقية الأهل فيجوز أعطوهم إذا كانوا من أهل أصناف الفقراء والمساكين، وكذلك بقية المسلمين. سلوى، ننتقل الآن إلى الصناديق. شو تختاري؟ عندنا أربع صناديق، كانت خمسة والآن عندنا أربعة، اختاري واحد. النعمة والبركة والعطاء والنماء، شو تختارين يا سلوى؟ نعمة. نعمة. أسأل الله عز وجل يا سلوى أن يديم عليش نعمة الظاهرة والباطنة. وخليش معانا يا سلوى حتى نهاية الحلقة وشوفين شو حصل صندوق وش صندوق النعمة. والآن عندنا أيضا متصل ثالث، عندنا من؟ السلام، عندنا أروى. السلام عليكم يا أروى. وعليكم السلام، كيف الحال شيخنا؟ الله يبارك فيك يا أروى، كل عام أنت بخير ومبارك عليش، الله يخليك. أنت من الفجيرة ما شاء الله؟ من الفجيرة. ما شاء الله الفجيرة جميلة هناك. أنا دائما أقول تتعانق الأمواج مع الجبال، وتتعانق الأمواج أيضا مع حبات الرمل، تشكل يسمونها زخات مطر، زخات ماء فضية. جاهزة أروى حق السؤال؟ مترياكم. يلا بسم الله، الحين شوفي على الشاشة الله يحفظك. مرحبا، يسرفنا احنا واحنا في 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 إمارة الفجيرة، رئة الإمارات. يقول ما هو حول الزروع والثمار؟ الزروع والثمار لها حول، ولا مرور سنة كاملة، ولا مرور سنة ميلادية، ولا وقت الحصاد؟ أي جين الثمار؟ أنا أتوقع وقت الحصاد. متأكدة أروى؟ ما أعرف، يعني هو أن في الآية الكريمة أيوة. وآتوا حقه يوم حصاده. بارك الله فيك، إجابة موفقة وما شاء الله عليك، أنت فقيها يا أروى، بدليل أيضا استدليتي من كتاب الله عز وجل على وين؟ على الإجابة الصحيحة. لا أروى، ننتقل الآن إلى الشق الثاني من المسابقة وهو اختيار الصناديق. اثنين راحن عليك، بقين ثلاث صناديق، البركة والعطاء والنماء، شو تختارين يا أروى؟ إن شاء الله بختار العطاء. نختار العطاء. وأهل الإمارات وكل المقيمين على دولة الإمارات هم من أهل العطاء، الله يحفظك. وخليش معانا أروى نهاية الحلقة عشان نشوفين شو احتوى صندوقك. فاصل قصير ونواصل. عدنا أيها الأحبة والعود، وأحمد كما عودناكم في نهاية أو قبل نهاية كل حلقة أن نستعرض إجابات سؤال الليلة الماضية. وكان سؤال الليلة الماضية ما الدليل على أن حول الزروع هو الحصاد؟ وأختنا أروى من الفجيرة حقيقة قد أجابت على هذا السؤال، وهو قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والدليل في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. والآن أيها الأحبة نسحب على الفائزين، وعندنا ثلاث فائزين والجوائز مقدمة من صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة. عندنا الفائزة الأولى اليوم ريم محمد عبد الله. الفائزة الأولى ريم محمد عبد الله، مقدار الجائزة 500 درهم مقدمة من صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفائزة أو الفائز الثاني نشوف، أمس اكتسحنا النساء واليوم أيضا مريم عبد الله محمد. مريم عبد الله محمد أيضا قد هي الفائزة الثانية عندنا في هذه الليلة، وجوائزها مقدمة من صندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة. والفائز أو الفائزة الثانية الثالثة أيضا صفاء محمد سلطان. صفاء محمد سلطان، وما شاء الله لليلة الثالثة على التوالي النساء يكتسح مصاوف جوائز مسابقة السؤال اليومي لبرنامج الركن الثالث. والآن أيها الأحبة نستعرض معكم، أو قبل أن نستعرض معكم الصناديق، عندنا سؤال الحلقة اليومي
والذي يرسل على بريد البرنامج zf@beinuna.ae. والسؤال يقول: ما الدليل على أن النية شرط لصحة الزكاة وقبولها؟ ذكرناها أيها الأحبة، ردوا معنا الحلقات اللي شفتوها، ذكرنا إحنا هناك آية وحديث تدل على أن هنا النية معتبرة، لابد حتى أن يقبل الله عز وجل هذه الزكاة لابد أن تكون لوجهه الكريم. أرسلوها على zf@beinuna.ae. والآن أيها الأحبة نستعرض معكم الصناديق الفائزة، خليكم معنا على الشاشة. أنور العطاء وأيضا شريفة الخير وسلوى النعمة، نستعرض الآن ما شاء الله. إذن الفائزين كما ذكرنا، العطاء أنور 500 درهم، وكذلك الخير 500 درهم، وآخر شيء النعمة 1000 درهم. وهذه الجوائز مقدمة من قناتكم قناة بينونة، والتي تنشر الخير في شهر الخير. أيها الأحبة، دائما كي تتواصلوا معنا على البرنامج اتصلوا علينا من داخل الدولة على 02-50-60-666، ومن خارجها 00-9712-50-60-66. حفظ الله بلادنا وأمننا وأماننا وقائدنا وجميع ولاة أمورنا. أيها الأحبة، وعدناكم أن نقول أثر، ولكن البرنامج ضاق جدا. سأخبركم عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قدم إلى المدينة ومعه قافلة 700 بعير. فجاءه التجار قالوا: يا عبد الرحمن، كم تعطوني في هذه؟ قال: نعطيك مقابل كل درهم درهم. قال: أني وجدت من زادني. قال: نعطيك درهمين. قال: وجدت من زادني. قالوا: 3. قال: وجدت من زادني. قال: يا عبد الرحمن بن عوف، نحن تجار المدينة، من يزيدك؟ قال: فإن الله قد زادني الدرهم 10 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أشهدكم، قال في النهاية، أنها في سبيل الله. فتفرق الناس ويقوم يقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. أيها الأحبة، ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.